إن إنقاذ الآلات الضخمة من الوحل يتطلب التخطيط والتنفيذ بحذر لتجنب أي تلف وضمان عملية الإنقاذ بنجاح. إليك بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها. تقييم الوضع. قم بتقييم الوضع بعناية لفهم مدى تضرر الآلة ومدى احتجاجها. هل هي محاصرة بشكل كامل في الوحل؟ أم هل هناك أجزاء محددة تحتاج إلى الإنقاذ؟ تأمين المنطقة. تأكد من تأمين المنطقة المحيطة لضمان سلامة الفرقة المشاركة في عملية الإنقاذ والتجنب من أي مخاطر إضافية. استخدام معدات الإنقاذ. استخدم معدات الإنقاذ المناسبة مثل الونش والحبال القوية لسحب الآلة بعناية من الوحل. تخفيف الوزن. قد يكون من الضروري تخفيف وزن الآلة لتسهيل عملية الإنقاذ. يمكن ذلك عن طريق إزالة الوقود أو بعض الأجزاء الثقيلة إذا كان ذلك آمناً. استخدام الدعم الفني. في حالة عدم القدرة على إنقاذ الآلة بوسائلك الخاصة، استدعاء دعم فني أو فرق متخصصة للمساعدة. 6. تجنب الحركات الفجائية. تجنب الحركات الفجائية أثناء عملية الإنقاذ لتجنب إلحاق ضرر إضافي بالآلة. الرصد والاختبار. بعد إنقاذ الآلة قم بفحصها جيداً للتحقق من عدم وجود أي أضرار غير مرئية قد تؤثر على أدائها. يجب دائماً تنفيذ عمليات الإنقاذ بحذر وفقاً للمعايير الأمانية والتوجيهات المحلية. استخدام الألواح القابلة للطي. قد تكون الألواح القابلة للطي مفيدة في حماية الأرض وتوفير سطح قوي للآلة المحاصرة للانزلاق عليها. Good.